السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد معانا أول مرة تسمعوه. فياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل أخباري تسمعوها أول بأول إن شاء الله. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين. الخبر بيقول أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين. تم نقل المصابين للمستشفى وتمكنت الخدمات المرورية من رفع حطام الحادث. كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغ بحالة تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلوا إلى المكان وتبين انقلاب سيارة وإصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعا للمستشفى. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقعة.